سبق وتساءلت أنه شو علاقة التمليح والنقع الناشف بتراوت اللحم؟ شفت فيديوهات وقرأت مواضيع عن تمليح اللحوم والطيور وحتى الأسماك، وأنه هي التقنية بتحسن طعم وتراوت اللحم، وأغلب المواقع بتركز على معلومتين أساسيتين. الأولى أنه الملح بحسن النكهة من خلال تغلغله داخل اللحم، لذلك هو ببرز كل النكهة اللذيذة باللحم. النقطة التالية إنه الملح له تأثير على البروتينات اللي موجودة جوات اللحم واللي بيسمى بالتحلل، ويعني إنه البروتينات تتفكك، والنتيجة إنه هالبروتينات تحتفظ بالرطوبة واللي بتساعد على عصات اللحم طول عملية الشواء. مشان هيك أنا حبيت أجرب هاي التقنية وتأكد إذا كانت هذه النظرية فعلا صحيحة. لتجربة اليوم هستخدم قطعتين من الريب آي، والمعروف بأنه أفضل قطعة في البقر على الإطلاق. وللمعلومية شريحة الريب آي بتتكون من جزئين، الجزء الخارجي الجانبي واسمه كابس وهذا طعمته خرافي، والجزء الأساسي شبه الدائري اسمه آي. هملح شريحة واحدة بالملح لمدة 24 ساعة، والتانية هتبلها قبل الشوي بنصف ساعة وهقارن بين الشريحتين. بستخدم حامل معدني لتتبيل الشريحة وبتبلها من جميع الأطراف بشكل جيد، ومثل ما أنتم ملاحظين بدأت الشريحة تعرق، يعني تطلع سوائلها. بعد شوي الملح بيدوب بالسوائل وبيرجع المحلول الملحي لداخل الشريحة. هلأ بدخل الشريحة مثل ما هي على الحامل الثلاجة ومنشوفكم بعد 24 ساعة. بعد مضي 24 ساعة بتلاحظوا كيف زاد احمرار الشريحة، وهذا دليل على أنه الملح اشتغل شغله داخل الشريحة وتفاعل مع أنزيماتها. ومثل ما أنتم شايفين في اختلاف بين لون الشريحتين، وكمان قوام الشريحة المملحة سابقا صار أنشف. هلأ بملح الشريحة الثانية من جميع الجهات بشكل جيد، وبحضر ناري للشوي. وصلنا لآخر التجربة، وهلا باقي ندوق نشوف شو أي الطعم الأفضل. راح بلش باللي هي تبلتها بالنص ساعة، ومثل ما تلاحظوا يعني فيها احمرار أكثر من الثانية. طرية كويسة. نجرب هلا اللي عملنا له تمليح قبل 24 ساعة. طبعا لونها أغمق. طراوة تقريبا ما كتير فرقت عن هاي، لكن في نكهة اللحم محسوس انه اقوى، يعني النكهة افضل جاي هون بالتمليح. وبالتالي فاظن مثل ما ذكروا صحيح، بس انه انا يعني شوي كان درجة الحرارة اعلى من اللي انا كنت رايدها، كنت رايد تكون بحوالي 145 كانت أعلى، فقد يكون هذا السبب شوي تكون يعني فقدت شوي السوائل زيادة. الإضافة الثانية، النقطة الثانية إنه اللحمة كانت شوي قريبة عن الفحم، فكمان هذا بيخليها إنه يعني تنشف أسرع وتستوي أسرع ما تأخذ راحتها.
إن شاء الله تكون عجبتكم التجربة هذه. إذا عندكم ملاحظات أو استفسارات أو إذا جربتوها ياريت تخبروني في الكومنتس، وطبعا تعملوا اشتراك ولايك إذا عجبتكم الحلقة وترسلوها لمعارفكم، وإن شاء الله نراكم في حلقة قادمة.